بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 24 بعد 123 من سلسلة دروس تفسير القرآن الكريم بالكتاب المسمى ببحر العلوم للإمام الفقيه نصر بن محمد بن أحمد أبي الليث السمرقندي الحنفي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى، قال: سورة نون والقلم مكية، وهي 52 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. قوله تبارك وتعالى: نون والقلم. قرأ الكسائي ونافع وعاصم في إحدى الروايتين بالإدغام نون والقلم، نون ساكنة وبعدها واو، فهنا لابد من الإدغام حسب قواعد الإدغام. هذه قراءة. والمشهور من قراءة حفص عن عاصم أنه الإظهار هنا لازم، نون والقلم. قال: والباقون بإظهار النون، وهما لغتان ومعناهما واحد. قال ابن عباس في تفسير كلمة نون: يعني هي السمكة التي تحت الأرض. وروى الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله تعالى من شيء القلم، يعني أول مخلوقات الله سبحانه وتعالى هو القلم، أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. وهذا ثبت في أحاديث كثيرة ولا يصح غير ذلك، لا يصح أن ندعي غير ذلك. أول مخلوقات الله هو القلم، فقال: اكتب. قال: بما اكتب؟ قال: اكتب القدر، فيجري بما هو كائن، أو فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. ثم خلق النون، يعني السمكة، فدحى الأرض عليها، فارتفع بخار الماء، ففتق منه، أي من البخار، السماوات، فاضطربت النون، فمادت الأرض، تحركت الأرض، فأثبتت بالجبال، وإن الجبال لتفخر على الأرض إلى يوم القيامة. وقال سعيد بن جبير والحسن وقتادة: النون الدواه، يعني الوعاء الذي يوجد فيه الحبر، نون والقلم، فيكون الله أقسم بالدوات والقلم، بالحبر والقلم. وقال قتادة: لولا الدوات والقلم ما قام لله دين ولا صلح عيش خلقه، والله يعلم ما يصلح خلقه. الإمام الشيخ الزمخشري رحمه الله تعالى في كتابه الكشاف ذكر كلاما حول تفسير النون بأنها الحوت وأنها الدوات وغير ذلك، وذكر كلاما طويلا. ظاهر خلاصة الكلام أنه يرفض هذه الأقوال كلها،
يرفض الأقوال كلها، وكأنه يرجع إلى الأصل بأن نون هذه مما استأثر الله بعلمه، فلا ينبغي الخوض في بيان معناه. واستدل على ذلك يعني بالإعراب، بالفهم الإعرابي. لذلك نقل عنه السمين الحلبي هذا الكلام، وقال، عبر السمين الحلبي، قال: هذا من أروع ما ذكره الشيخ الزمخشري، ومن أروع ما فهمه، وكأنه يؤكد ما ذهب إليه الشيخ الزمخشري رحمه الله. ويقال النون افتتاح اسم الله تعالى، لذلك وهو النون. لذلك أحبابنا، كما ذكرنا أكثر من مرة، هذه الحروف، لذلك الشيخ السيوطي رحمه الله في تفسير الجلالين، الشيخ المحلي والشيخ السيوطي، لما تأتي هذه الحروف يقولون هذا مما استأثر الله أعلم بمراده، وهذا هو قول جماهير العلماء، وهذا الذي ينبغي أن نعلمه للناس. ولكن نحن الآن نقرأ كتبا، الكتب العلمية هذه يذكر فيها أقوال كثيرة. ويقال: هو آخر اسمه من الرحمن، وهذا قسم أقسم الله تعالى بالنون والقلم. وجواب القسم: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت يا محمد مجنون، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فذلك قوله نون والقلم. وما يسطرون يكتب الحفظة من أعمال بني آدم. ويقال: وما يسطرون يعني تكتب الكتابة في اللوح المحفوظ. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني ما أنت يا محمد بحمد الله تعالى بمجنون كما يزعمون. طبعا أراد الله عز وجل بهذه الآية تكذيب المشركين، حيث افتروا على النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مجنون. وقد قالوا نص عن بيّن، ذكر الله عز وجل هذا في القرآن الكريم لما قال: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يسخرون منه، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فرد الله عز وجل عليهم، قال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وذلك أن أول ما نزل من القرآن قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم، وعلمه جبريل الصلاة، فقال أهل مكة: جن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من طبعه عليه الصلاة والسلام أنه يفر ولا يجالس شاعرا ولا مجنونا، فأرادوا إغاظته فنعتوه بالنعتين اللذين هو يكرههما، ويفر من مجالسة من اتصف بهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفر من الشاعر والمجنون، فلما نسبوه إلى الجنون شق ذلك عليه، فنزل: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، بل أنت رسول الله تعالى، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم قال: وإن لك لأجرا غير ممنون، غير منقطع، غير منقطع، غير مقطوع، ويقال غير محسوب، ويقال لا يمن عليك، وإنك لعلى خلق عظيم، يعني على خلق حسن. هنا أحبابنا أحب أن أقف وقفة سريعة. القرآن الله عز وجل مدح النبي صلى الله عليه وسلم بنعوت عظيمة جليلة، مهما بلغت، مهما أوتي الإنسان من الفصاحة والبيان، لن يستطيع أبدا أن ينعت وأن يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبلغ
وبأعظم وبأجل وبأكرم مما وصف الله به نبيه الكريم. ولو أن الله عز وجل لم يصف نبيه ولا بوصف واحد، ما وصفه أبدا ولا مدحه ولا أثنى عليه إلا أنه أضاف اسمه إلى اسمه، لكفاه بذلك شرفا، ولاستغنى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عن مدح المادحين وثناء المثنين ووصف الواصفين. يكفيه فخرا وبيانا لعلو قدره ومكانته وأنه أشرف الخلق على الإطلاق بلا منازع، أن الله عز وجل لا يقبل لا إله إلا الله إلا بمحمد رسول الله. يكفيه فخرا. كيف وقد نعته القرآن بنعوت عظيمة وجليلة وكريمة، فيأتي بعض الناس فيكذب، يأتي بأشياء يخترقها، هو يخترقها يخترعها ويكذب ويقول رسول الله كذا ورسول الله كذا. يا أستاذ، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لأن نكذب من أجله؟ هو لا يحتاج إلى هذا الذي أنت تخترقه وتقصد بذلك تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. النبي غني عن ذلك، النبي غني عن ذلك، ولا يحتاج إلى هذا الذي أنت تنعته به وتقول ورد في الأثر كذا وقيل كذا. نحن نريد، عندما أنت تريد أن تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم نعتا أو وصفا، أقول لك أعطني الدليل على ذلك. وهذا ليس تقليلا من شأن النبي عليه الصلاة والسلام، على العكس تماما، هذا للحفاظ على قدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يأتي إنسان فيقول مثلا أن النبي عليه، أول ما خلق الله نور النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له أين الدليل على ذلك؟ يأتينا بحديث جابر الذي ألف العلماء فيه رسائل على أنه حديث موضوع ولا يستدل به على هذا الأمر العظيم الجلال، إلى غير ذلك من الأمور. فلذلك أحبابنا ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر. والآن قد يسمع هذا الكلام بعض الناس فيبدأ ويتهم المتكلم ويقول هذا كذا كذا. لا يا أخي، لا، نحن نعظم النبي عليه الصلاة والسلام ونحبه ونجله، وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام ليس بأن نخترق أمورا، بل تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى عليك آثار السنة، أن تعتصم بسنته وأن تلتزمها وأن تدعو الناس إليها وأن تتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو تعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أرني رسول الله منك كي أعلم أنك تعظمه عليه الصلاة والسلام. أين، ما هي مكانته منك؟ ظاهرك ومعاملاتك وحالك مع الناس ومع أهل بيتك هو الذي يخبر عن مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك. والله تعالى أعلم. قال وإنك لعلى خلق عظيم، يعني على خلق حسن، يعني حتى تفسير العظيم بالحسن يعني أنا أراها يعني قلل المعنى. وقال على خلق حسن عظيم. وقال مقاتل يعني على دين الإسلام، وقال عطية يعني على أدب القرآن. الله، جميل. ثم قال فستبصر ويبصرون، يعني سترى ويرون، ويقال فستعلم ويعلمون، بأيكم المفتون، يعني إذا نزل بكم العذاب تعلمون أيكم المفتون، يعني بأيكم المفتون. ويقال حدثني أحد الإخوة أنه يعني قيل له لا يصح إيمانك، لا يصح إيمانك حتى تعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب المطلق. قلت أعوذ بالله عز وجل، أعوذ بالله، من أين هذا الكلام؟ أين الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، كل الغيب؟ وهذا خطر، هذا الكلام، هذا يؤدي إلى
أن يستوي علم النبي بعلم الله عز وجل، وإن كان لها تخاريج للعلماء يعني الآن، بس ولكن هذا كلام خطير. يعني قال لي يعني، وقال لي جماعة فلان وفلان مشهور له أتباع يكفرون كل من لا يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، يعلم الغيب. هذا ليس من أركان الدين، وما ورد في ذلك لا قرآن ولا حديث. يعني عجيب عجيب، من أين يخترق الناس بدعوى الحب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني إنسان لا يعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب المطلق صار مرتدا؟ ما قال هذا أحد من علمائنا، ما أحد قال. فلذلك يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ويقال فستعلم ويعلمون بأيكم المفتون، يعني إذا نزل بكم العذاب تعلمون أيكم المفتون، يعني بأيكم المجنون. ويقال الباء زيادة ومعناه أيكم المفتون يعني أيكم المجنون. وقال قتادة يعني أيكم أولى بالشيطان. وقال أبو عبيدة أيكم المجنون والباء زيادة. واحتج بقول القائل نضرب بالسيف ونرجو بالفرج، يعني نرجو الفرج. قوله تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يعني هو عالم بمن أخطأ الطريق وضل عن دينه، وهو أعلم بالمهتدين لدينه. ثم قال فلا تطع المكذبين، هذا خطاب للنبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتعليم لنا فلا تطع المكذبين. من جربت عليه الكذب مهما حاول أن يدلس عليك لا ينبغي أن تطيعه، وذلك أنهم كانوا يدعونه إلى دين آبائهم، فأمره الله تعالى أن يثبت على دينهم، فقال فلا تطع المكذبين. إياك أن تقدم تنازلات على حساب دينك، إياك، بمجرد ما قدمت تنازلات لن يقبل بعد ذلك منك الرجوع. يقولون لك أنت في الماضي قلت ووافقتنا وجالستنا ورأيتنا ولم تنكر علينا، الآن لماذا تنكر؟ إياك أن تقدم التنازلات في دينك، إياك. أينما جلست أظهر انضباطك والتزامك بالشرع. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تتنازل قليلا من أجل أن يجلسوا معك. إياك، تحذير من الله عز وجل للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلا تطع المكذبين بوحدانية الله تعالى، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال مجاهد ودوا لو تركنوا إليهم ولو قليلا وتترك ما أنت عليه من الحق فيميلون إليك. وقال السدي ودوا لو تكفر فيكفرون. وقال القتبي ودوا لو تداهن في دينك فيداهنون في أديانهم، يعني تقدم بعض التنازلات، بعض التنازلات كي هم بعد يقدموا كذلك مقابل تنازلاتك يقدمون تنازلات. لا، وكانوا أرادوا أن يعبد آلهتهم مدة ويعبدون الله مدة. ثم قال ولا تطع كل حلاف مهين، يعني كذابا في دين الله. والحلاف مكثار الحلف، مهين ضعيف فاجر. نزلت في الوليد بن المغيرة. وقال القتبي المهين الحقير الدنيء. وقال الزجاج وهو فعيل من المهانة وهي القلة، ومعناه في هذا الموضع القلة في الرأي والتمييز. ثم قال هماز، يعني بذلك يعني بالهماز الوليد بن المغيرة، طعان لعان مغتاب. يا لطيف، لاحظوا هذه الأوصاف الدنيئة الحقيرة الذميمة التي نعته الله عز وجل بها. مشاء بنميم، يعني يمشي بين الناس بالنميمة. وقال القتبي هماز يعني عياب يعيب الناس.
ثم قال: لاحظوا أحبابنا، هذه أوصاف يتصف بها كثير من المسلمين، يتصف بهذه الأوصاف. وأقبح من يتصف بهذه الأوصاف طلاب العلم، يعني أقبح بطالب العلم أن يتصف بهذه الأوصاف، أقبح بداعية إلى الله أن يتصف بهذه الأوصاف. ما يعني هناك تضاد وغاية منتهى المنافاة بين طالب العلم والعالم وبين هذه الأوصاف الذميمة القبيحة، ونرى من يتصف بها والعياذ بالله. ثم قال: مناع للخير، يعني بخيلا لا ينتفع بماله لنفسه ولا ينفق على غيره. ويقال من معناه مناع للخير يعني التوحيد، يمنع الناس ويمنع الناس عن التوحيد. معتد يعني ظلوما لنفسه، أثيم يعني فاجرا. قوله تعالى: عتل يعني شديد الخصومة بالباطل، عتل شديد الخصومة وهو على باطل. ويقال عتل يعني أكول شروب، صحيح الجسم رحيب البطن، كالبهائم يعني، كالبهائم تماما. بعد ذلك يعني مع ذلك زنيم، يعني جاء بالحرام من سفاح، يعني ملصق، ملصق النسب. أمه زنت فأنجبته ثم نسبته إلى أبيه. وقال ابن عباس: الزنيم الدعي الملصق. ويستدل بقول القائل: زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع. ويقال الزنيم الشديد الخلق، يعني خلق غليظ. وقد روي في الخبر هذا التفسير. وروى شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة جواظ ولا جعظري ولا العتل الزنيم. قال: أما الجواظ فالذي جمع المال ومنع المال عن غيره وتدعوه لظى نزاعة للشوى، وأما الجعظري فالفظ الغليظ، وأما العتل الزنيم فالشديد الخلق رحيب الصدر والجوف، أكول شروب ظلوم للناس. ويقال الزنيم الدعي. وذكر أنه لما نزلت هذه الآية قال لأمه: إن محمدا لصادق وإنه قال كذا وكذا. لاحظ، قال لأمه: محمد إنسان صادق لا يكذب، وقد قال كذا وكذا. فأقرت والدته له بذلك. ثم قال: أن كان ذا مال وبنين، يعني تطعه، يعني فلا تطعه، يعني فلا تطعه. وإن كان ذا مال وبنين، يعني هنا كلمة تطعه كلها غير صحيحة، يعني وإن كان ذا مال وبنين فلا تطعه بسبب ماله، يعني لا ينبغي أن تطيعه مع هذه الأوصاف الذميمة القبيحة وإن كان صاحب مال وصاحب منزلة ومكانة. لا يطاع من اتصف بهذه الأوصاف. ثم قال: إذا تتلى عليه آياتنا، يعني القرآن، قال أساطير الأولين، يعني كذبهم وأباطيلهم. هذا القرآن ما هو إلا أكاذيب الأباطيل الأقدمين الأولين. وقال السدي: يعني أساجيع الأولين. ثم قال: سنسيمه على الخرطوم، يعني سنضربه على الوجه. ويقال: سنسود وجهه يوم القيامة. ويقال: سنسمه على أنفه، المراد بالخرطوم هو الأنف.
وقال القتبي: للعرب في هذا مذهب، يقولون للرجل إذا سبه سبة قبيحة أو يثني عليه فاحشة، يعني أن يذكر بفاحشة أو يثنى عليه فاحشة، قد وسمه ميسم سوء أو ميسم سوء، يريدون أنه ألصق به عارا لا يفارقه. معلوم أحبابنا أن الثناء يطلق في الخير وفي الشر، يعني إذا ذكرت فلان بخير تقول أثنيت عليه، وإذا ذكرته بشر يقال تقول أثنيت عليه أيضا. هنا في الحقيقة قولان للعلماء، منهم من قال الثناء لا يطلق إلا في الخير، وإن أطلق على الشر فهو مجاز، ومنهم من قال الثناء يطلق على الخير والشر، واستدلوا على ذلك بحديث البخاري لما مرت الجنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الأول أثنيتم عليه وفي الثاني خيرا، وفي الثاني أثنيتم عليه شرا. وذهب بعض العلماء قال: الثناء في الحقيقة لا يطلق إلا على من ذكر بخير، أما من ذكر بشر يقال عنه النثاء بتقديم النون على الثاء. فهنا قال: أو يثنى عليه فاحشة قد وسمه ميسم سوء، يريدون أنه ألصق به عارا لا يفارقه، كما أن السمة لا يعفو لا يزول لا يذهب أثرها. وقد وصف الله تعالى الوليد بالحلف والمهانة والمشي بالنميمة والبخل والظلم والإثم والدعوى أنه دعي ليس لأبيه، فألحق به عارا لا يفارقه في الدنيا والآخرة. قال: والذي يدل على هذا ما روي عن الشعبي في قوله: عتل بعد ذلك زنين. قال: العتل الشديد، والزنين له زنمة من الشد، والزنمة في الأصل علامة تكون في أذن الشياء أو في أذن الإبل، هذه هي الزنمة، علامة تكون، قد تكون قطعة لحم زائدة وهذه خاصة في الشياه، وقد تكون شق في الأذن أيضا، فهي علامة تكون في الأذن الزنمة. قال: له زنمة من الشد يعرف بها كما تعرف الشاة. ثم قال الله تعالى: إنا بلوناهم، يعني اختبرنا أهل مكة بترك الاستثناء، يعني بترك قولهم إن شاء الله تعالى، ويقال ابتليناهم بالجوع والشدة كما بلونا أصحاب الجنة، يعني كأهل ضيروان قبيلة باليمن. وروى أسباط، وقال كثير من المفسرين يعني في هذه الأمور لا يضر عدم معرفة أصحاب هذه الأمثلة، لأن المقصد أن نأخذ الفائدة من هذا المثال الذي ضربه الله عز وجل. وروى أسباط عن السدي قال: كان قوم باليمن، وكان أبوهم رجلا صالحا، وكان إذا بلغ ثماره، يعني أن أينعت ونضجت ثماره، أتاه المساكين فلم يمنعهم من دخولها وأن يأكلوا منها ويتزودوا فيها، يأخذ معهم زاد. فلما مات أبوهم قال بنوه بعضهم لبعض: على ما نعطي أموالنا هؤلاء المساكين؟ تعالوا فلندعو من يقطعها قبل أن يعلم المساكين، فلندعو يعني فلنأتي بشخص ما يقوم بقطعها وجنيها قبل أن يعلم بها هؤلاء المساكين، ويأتوا لأخذ ما كانوا يأخذوه في الماضي قبل أن يعلم المساكين. ولم يستثنوا ولم يقولوا إن شاء الله تعالى سنرسل غدا من يقطعها، فانطلقوا وهم يتخافتون، أي خفيا،
يقول بعضهم لبعض لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فذلك قوله إذ أقسموا يعني حلفوا فيما بينهم ليصرمنها مصبحين، أي ليجذنها وقت الصبح، ليقطعنها وقت الصباح، أي ليقطعنها قبل أن يخرج المساكين. ولا يستثنون يعني لم يقولوا إن شاء الله، ما قالوا لنقطعنها لنصرمن لنجنين هذه الثمار قبل أن يأتي المساكين إن شاء الله تعالى. وفي هذا تعليم لنا بأنه لا ينبغي لواحد منا أن يريد أو أن يقول أني أفعل ذلك ولو بعد ساعة ولو بعد لحظة إلا وأن يقرنها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا أدب عظيم مع الله جل وعلا. وروي في الخبر أن أباهم كان إذا أراد أن يصرم النخلة اجتمع هناك يعني عنده مساكين كثير، وقد جعل له علامة، يعني هذه الأشجار موجودة، جعل علامة تحيط بالأشجار، وكان يعني يقطف الثمار، فما سقط خارج العلامة هو للفقراء والمساكين، وما كان داخلها فهو له، جعل له على علامة، فكل ثمرة تسقط وراء العلامات تكون للمساكين، فكانوا يأخذون الثمر قدر ما يتزودون به أياما كثيرة. فلما مات الرجل قال بنوه فيما بينهم إن أبانا كان عياله أقل وحاجته أقل، فصار عيالنا أكثر وحاجاتنا أكثر، فخرجوا بالليل لا يشعر بهم المساكين، فاحترقت نخيلهم في تلك الليلة، فذلك قوله فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، يعني بعث الله تعالى نارا على جنتهم بالليل. والطائف الذي أتاك ليلا، هذه جملة اعتراضية، نارا على جنتهم بالليل فأحرقها وهم نائمون، من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، يعني صارت الحديقة كالليل المظلم. وقال القتبي الصريم من أسماء الأضداد، يسمى الليل صريما والصبح صريما لأن الليل ينصرم عن النهار والنهار ينصرم عن الليل، ويقال كالصريم يعني ذهب ما فيها فكأنه صرم أي قطع وجذ. ثم قال فتنادوا مصبحين، يعني نادى بعضهم بعضا عند الصبح، وقال بعضهم لبعض أن اغدوا على حرثكم، يعني اخرجوا بالغداة على جز زرعكم وصرام نخيلكم إن كنتم صارمين، إن أردتم أن تصرموها قبل أن يحضرها المساكين. فانطلقوا يعني ذهبوا إلى نخيلهم وهم يتخافتون، يعني يتشاورون فيما بينهم بكلام خفي، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد، قال مقاتل يعني على جذ في أنفسهم قادرين على جنتهم، وقال الزجاج معناه على قصد، وقال القتبي الحرد المنع، ويقال الحرد القصد، قادرين واجدين، ويقال على قوة ونشاط، ويقال على طريق جنتهم، ويقال الحرد اسم تلك الجنة. فلما رأوها يعني فلما أتوها ورأوها مسودة أنكروها، قالوا إنا لضالون، يعني هذه ليست جنتنا، يعني أخطأنا الطريق وليست هذه جنتنا. فلما تفحصوا علموا أنها جنتهم وهذه عقوبة لهم، فقالوا بل نحن محرومون، يعني حرمنا منفعتها. قال أوسطهم يعني أعدلهم وأعلمهم وأعقلهم، ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني هل لا تستثنون في أيمانكم. ويقال كان استثناؤهم التسبيح، يعني هل لا قلتم سبحان الله، فندموا على فعلهم وقالوا سبحان ربنا، يعني نزهوه وعظموه تائبين عن ذنوبهم، ويقال معناه نستغفر ربنا إنا كنا ظالمين،
يعني ضارين بأنفسنا عاصين بمنعنا المساكن. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يعني جعل بعضهم يلوم بعضهم بعضا بصنيعهم ذلك، ثم قالوا بأجمعهم قوله، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. قالوا جميعا مع بعضهم يعني عاصين بمنعنا المساكين، ثم قالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، يعني يعوضنا خيرا منها في الجنة، إنا إلى ربنا راغبون، يعني راجين مما عنده. قال الله تعالى كذلك العذاب، يعني هكذا عذاب الدنيا لمن منع حق الله تعالى، ولعذاب الآخرة أكبر لمن لم يتب ولم يرجع عن ذنبه. ويقال هكذا العذاب في الدنيا لأهل مكة بالجوع، ولعذاب الآخرة أكبر إن لم يؤمنوا لو كانوا يعلمون، يعني لو كانوا يفقهون، ويقال لو كانوا يصدقون. ثم ذكر ما للمتقين من الثواب، فقال تعالى إن للمتقين عند ربهم في الآخرة جنات النعيم. فلما ذكر الله تعالى نعيم الجنة قال عتبة بن ربيعة إن كان كما يقول محمد صلى الله عليه وسلم فإن لنا في الآخرة أكثر مما للمسلمين، لأن فضلنا وشرفنا أكثر. فنزل أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني أفنكرم المجرمين كالمؤمنين، أفنكرم المجرمين كالمؤمنين. ويقال معناه أفنهين المؤمنين كالمجرمين، يعني لا يكون حال المسلمين في الهوان والذل كالمشركين. ثم قال الله تعالى ما لكم كيف تحكمون، يعني ويحكم كيف تقضون بالجور، أم لكم كتاب فيه تدرسون، يعني ألكم كتاب تقرؤون فيه، إن لكم فيه لما تخيرون، يعني في الكتاب مما تتمنون، أم لكم أيمان علينا بالغة، يعني ألكم عهد عندنا وثيق إلى يوم القيامة، يعني في يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون، يعني ما تقضون به لأنفسكم في الآخرة. قوله تعالى سلهم أيهم بذلك زعيم، يعني أيهم الزعيم والكفيل، أيهم كفيل يكفل بذلك، يعني هل هناك كفيل يكفل لهم أن يكون لهم أكثر مما للمسلمين يوم القيامة في الجنة، أم لهم شركاء، يعني شهداء يشهدون أن الذي قالوا لهم حق، يشهدون أن الذي قالوه حق، أن الذي قالوه، لأنهم قالوا إيش، قالوا أنه لهم يوم القيامة أكثر أفضل مما لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني شهداء يشهدون أن الذي قالوه حق، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، يعني يشهدون أن لهم في الآخرة ما للمسلمين. فهذا كله لفظ الاستفهام، والمراد به الزجر والإياس، يعني أن يوقعهم الله عز وجل باليأس مما يظنونه ويطمعون به، يعني ليس لهم ذلك أبدا. قوله عز وجل يوم يكشف عن ساق، يعني اذكر ذلك اليوم، ويقال معناه أن الثواب والعقاب الذي ذكر هو كائن
في يوم يكشف عن ساق. قال ابن عباس: إيش يعني يكشف عن ساق؟ قال ابن عباس: يعني يظهر قيام الساعة. وروى سفيان عن المغيرة عن إبراهيم عن ابن عباس قال: عن ساق يعني عن أمر عظيم. وقال مجاهد: يوم يكشف عن ساق عن بلاء عظيم. وقال قتادة: يكشف شدة الأمر، يكشف شدة الأمر، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال الفقيه: حدثنا الخليل بن أحمد، قال حدثنا ابن منيع، قال حدثنا هدبة، قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى قال: حدثنا أبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا، فذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا، ويبقى أهل التوحيد، فيقال لهم: كيف بقيتم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا ولم نره. قال: أو تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقال لهم: وكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: لا شبه له. فيكشف لهم الحجاب، فينظرون إلى الله تعالى فيخضون له سجدا، ويبقى أقوام ظهورهم مثل سياصي البقر، فيريدون السجود فلا يستطيعون، فيقول الله تعالى: عبادي ارفعوا رؤوسكم، قد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار. قال أبو بردة: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال: والله الذي لا إله إلا هو، أحدثك أبوك بهذا الحديث؟ فحلفت له ثلاثة أيمان. فقال عمر: ما سمعت في أهل التوحيد حديثا هو أحب إلي من هذا الحديث. وقال القتبي: يوم يكشف عن ساق، هذا من الاستعارة، فسمى الشدة ساقا، لأن الرجل إذا وقع في الشدة شمر عن ساقه، فاستعيرت في موضع الشدة، يعني استعير التشمير عن الساق عن للبيان عن حصول شدة عظيمة. ويقال: يكشف ما أو يكشف ما كان خفيا، ويقال: يبدأون عن أمر شديد وهو عذاب عظيم يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل: خاشعة أبصارهم، يعني ذليلة أبصارهم، ترهقهم ذلة، يعني تغشاهم، وتعلوهم كآبة وكسوف وسواد. وذلك أن المسلمين إذا رفعوا رؤوسهم من السجود صارت وجوههم بيضاء كالثلج. فلما نظر اليهود والنصارى والمنافقون وهم الذين لم يقدروا على السجود حزنوا واغتموا واسودت وجوههم. ثم بين المعنى الذي عجزهم عن السجود، منعهم من السجود، فقال: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم أصحاء معافون فلا يسجدون. ثم قال الله عز وجل: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني دع هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن. ويقال: فوض أمرهم إلي فإني قادر على أخذهم متى شئت. سنستدرجهم، يعني سنأخذهم وسيأتيهم العذاب من حيث لا يعلمون، يعني نذيقهم من العذاب درجة درجة من حيث لا يعلمون أن العذاب نازل بهم. الله، لا إله إلا الله. وأصله في اللغة
من ارتقاء الدرجة، سنستدرجهم يعني من ارتقاء الدرجة، يصعد درجة درجة. وقال السدي: كلما جددوا معصية جدد لهم نعمة وأنساهم شكرها، والعياذ بالله. وذلك الاستدراج، ذلك الاستدراج، كلما فعل معصية أحدث الله له نعمة، وهذه النعمة نسي شكرها. نسأل الله العافية. وأملي لهم، يعني أمهلهم وأؤجلهم، وهذا من عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى، وأؤجلهم إلى وقت إن كيدي متين، يعني عقوبتي شديدة إذا نزلت بهم لا يقدرون على دفعها. ونرى الآن أحبابنا، نلاحظ أهل الغرة بالله كيف يتمادون ويتمادون ويتمادون، وإذا ما ذكر الله بين أيديهم سخروا، وكأن حالهم ينكر قدرة الله عليهم، مع إقرارهم بقدرة الله عليهم بالألسنة، هم يقرون بألسنتهم ما ينكرونه بأفعالهم وأحوالهم. هذا نراه، ومن أحوال الطغاة والظلمة نراه تماما، ولكن نسأل الله عز وجل أن يحفظنا. تقول أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم نعم، إذا كثر الخبث. يعني مصيبة عندما نزل البلاء على أولئك الطغاة والظالمين سيصيب الكل، لا يظن إذا كان فينا واحد صالح يقول أنا ما دخلني، لا علاقة لي. كيف لا علاقة لك؟ كيف لا علاقة لك؟ هل كنت ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ الذي ينجيك من هذا العذاب إذا عم وطم هو كونك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فكل من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا نزل البلاء فعم الناس هم يستثنون من هذا البلاء، من هذا البلاء الذي عم وطم، لأنهم كانوا يؤدون الوظيفة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. قوله عز وجل: أم تسألهم أجرا، يعني أتسألهم على الإيمان جعلا، فهم من مغرم مثقلون، يعني لأجل الغرم يمتنعون. وهذا يرجع إلى قوله: أم لكم كتاب فيه تدرسون. يعني كثير من الناس أحبابنا، كثير من الناس يعني إذا ما طلبت منهم يعني مالا على أمر ما، هم يرون أنفسهم يستغنون عنه، يرفضون. يعني مثلا تأتي ببعض الناس تقول له: أنا أريد منك مثلا أجرة على درس ما، درس فقه مثلا، يرفض حضور هذا الدرس، هو طالب علم ومعه مال، تجده يذهب للنزه ويأكل أطايب الطعام ويذهب للمطاعم، وفي كل يوم في منتزه ما، ويعيش حياة فاخرة جدا، ويقول: أنا لا أدفع فلوس من أجل إعطاء درس ما مثلا. يعني أضرب مثالا، وهذا يعني نراه كثيرا. مثلا تقول لإنسان مثلا معه أموال كثيرة ويذهب إلى هنا وهناك وهناك إلى آخره، تعال تذهب لأداء مناسك العمرة مثلا، تعال تذهب إلى الحج مثلا، يرفض، يشعر أن هذا المال ينفق في غير محله، والعياذ بالله. لا، هذا أعظم مجال تنفق فيه المال هو المال الذي تنفقه في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهنا والناس في غفلة عن هذا، والعياذ بالله، في غفلة عن هذا الأمر. تقول له: تعال أنفق هذا المال في سبيل الله، أعطي هذا الفقير، أعطي هذا المسكين، اقضي حاجة فلان، يرفض تماما، يقول: أخرجت زكاة مالي. إذن القرآن يقول:
أم تسألهم أجرا أم لهم كتاب، وهذا يرجع إلى قوله تعالى أم لكم كتاب فيه تدرسون. ثم قال أم عندهم الغيب، يعني اللوح المحفوظ، فهم يكتبون يعني ما يقولون. ثم قال الله عز وجل فاصبر لحكم ربك، يعني على أمر ربك ولقضاء ربك، ولا تكن كصاحب الحوت، يعني لا تكن في قلة الصبر والضجر مثل يونس عليه السلام إذ نادى وهو مكظوم، يعني مكروبا في بطن الحوت. وقال الزجاج مكظوم أي مملوء غما لولا أن تداركه نعمة من ربه، يعني لولا النعمة والرحمة التي أدركته من الله. اللهم أدركنا برحمتك يا رب، اللهم أدركنا بفضل منك، أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أدرك أمة حبيبك محمد يا رب، ارحمهم رحمة عامة، ارحمهم رحمة عامة بفضلك وكرمك مولانا رب العالمين. قال لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء. الله، يعني لطرح بالصحراء، والصحراء هي الأرض التي لا يكون فيها نخل ولا شجر يوارى فيها، وهو مذموم يعني يذم ويلام، ولكن كانت رحمة الله تعالى حيث نبذ بالعراء وهو سقيم وليس بمذموم. قوله تعالى فاجتباه ربه، ما من منحة إلا وبعدها محنة. فاجتباه ربه يعني اختاره ربه للنبوة فجعله من الصالحين، يعني من المرسلين، كقوله وإن يونس لمن المرسلين. قوله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا، يعني أراد الذين كفروا، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، يعني ليرهقونك بأبصارهم إن قدروا على ذلك. ويقال معناه إذا قرأت القرآن فينظرون إليك نظرا شديدا بالعداوة. يكاد هذا النظر الشديد المملوء بالعداوة يزلقك، أي يسقطك من شدة النظر. وذكر عن الفراء أنه قال ليزلقونك بأبصارهم، يعني يعتانونك، يصيبونك بالعين، يعني يصيبونك بأعينهم. وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أراد أن يعتان شيئا يقبل على طريق الإبل إذا صدرت عن الماء فيصيب منها ما أراد بعينه، فأرادوا أن يصيبوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الكلبي ليزلقونك، يعني ليصرعونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، يعني قراءتك القرآن، ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين، يعني ما هذا القرآن إلا عظة للجن والإنس، ويقال عز وشرف للعالمين. الآن رجع ليذكر لنا بعض القراءات. قال قرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بكر أأن كان ذا مال وبنين بهمزتين والباقون بهمزة واحدة إلا ابن عامر فإنه يقرأ أن كان بالمد، فمن قرأ بهمزتين فالألف الأولى للاستفهام والثانية ألف أن، ومن قرأ بهمزة واحدة معناه لأن كان ذا مال، أي لا تعطيه لماله وتحمل لأن كان ذا مال. قال أساطير الأولين لأن كان ذا، أي لا تعطيه لماله لأن كان ذا مال، أي لا تطعه، أي لا تطعه لماله، لا تطعه، يعني لا تطعه لكونه ذا مال، واصبر لأن كان ذا مال. قال أساطير الأولين. قال نافع ليزلقونك،
بنصب الياء والباقون بالضم، وهما لغتان ومعناهما واحد، والله تعالى أعلم. ثم قال: سورة الحاقة. نقفون والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.